أعلن المتحدث باسم قوة دفاع البحرين أن قطر تسعى لتقويض مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن برنامج القناة القطرية جزء من المؤامرة ضد البحرين. كان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة قد أكد أن برنامج ما خفى أعظم والذي يثبته أو بثته قناة الجزيرة مساء الأحد وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة ما هو إلى حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه. كما شدد الوزير على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها، وتنفيذها ما وقعت عليه من اتفاقيات ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه. والمزيد يضم إلينا مشاهدينا هاتفيا من المنامة الأستاذ جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية. أهلا بك. مرحبا يا مساء الله، مسك بالخير، امسي عليك بالخير وامسي على الساده مشاهدي قناه اكسترا نيوز بالخير. اهلا بك. يعني في البدايه لو تحدثنا عن دور قطر الداعم للارهاب في المنطقه او منطقه الخليج العربي. طبعا ما لا شك فيه بان النظام القطري يمارس ابشع انواع الارهاب ودعمه للارهاب وايواء للارهابيين ودعمه لكل الميليشيات في منطقه الخليج العربي التي تحاول تقويض الامن وتحاول ضرب اللحمه الوطنيه من خلال الاعمال الارهابيه التي يدعمها نظام قطر في الدوحه. فهذا النظام، نظام الحمدين في الدوحه، يقوم بممارسات في الحقيقه تضرب الامن القومي الخليجي وتضرب لحمه الشعوب وتحاول تفكيك الشعب الواحد وتفكيك اللحمه الوطنيه في دول مجلس التعاون لاجندات خاصه بها ولاجندات هي تدعمها وتحاول من خلالها تقويض امن المنطقه وتحاول كذلك اسقاط الانظمه في دول مجلس التعاون الخليجي. مثل ما الكل يعرف بان انظمه دول مجلس التعاون الخليجي هي انظمه سياسيه مستقره مطمئنه وكذلك في تماسك بينها وبين شعوبها، فبالتالي هذا يسيء لقطر ان ترى دول مجلس التعاون الخليجي متماسكة بين حكامها وشعوبها فتحاول تفكيك هذه اللحمة بين القيادة وبين الشعب. ونحن في يعني دول مجلس التعاون الخليجي لاحظنا ومن مدة طويلة في الحقيقة، ولكن لاحظنا الممارسات القطرية التي تقوم بها في دولنا، ولكن ارتئينا في دول مجلس التعاون الخليجي أن نسكت على هذه الممارسات من أجل أن لا يعني يتفكك هذه المنظومة الخليجية. فلا، ولكن تمادي هذا النظام وممارساته الغير في الحقيقة الغير مسؤولة تجاه دولنا وشعوبنا يعني مما يعني حدا بقياداتنا الخليجية إلى وضع حد لهذا النظام من خلال المقاطعة وكشف كل أعماله الإرهابية وكل أعماله الغير مسؤولة اتجاه دول. نعم أستاذ جمال، يعني هناك العديد من الشواهد والوثائق التي تؤكد تهديد تركيا لاستقرار وأمن منطقة الخليج العربي، كيف ترى هذه المساعي؟ والله المساعي في الحقيقة يعني مساعي كثيرة ومساعي للأسف الشديد لأنها تصدر من دولة يعني من دول مجلس التعاون الخليجي. دول مجلس التعاون الخليجي وهي دولة في الحقيقة ارتمت في أحضان أعداء الأمة العربية وأعداء دول مجلس التعاون الخليجي مثل النظام الإيراني والنظام التركي، وكذلك ارتباطها الوثيق بالجماعة الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك ارتمائها أو احتوائها لقيادات من جماعة القاعدة وجماعة داعش وهي تأويل إرهابي في الحقيقة.
ولكن هذا النظام القطري في الحقيقة له ممارسات كثيرة، منها أولا يعني استحواذه على أو محاولة احتواء أو إغراء بعض القيادات العسكرية بالمال، ومحاولة لكشف الأسرار من خلال هذه الفئات التي تم شرائها بالمال، وكذلك دعما للميليشيات الإرهابية من خلال التدريب أو من خلال الدعم الإعلامي أو من خلال الدعم المالي أو اللوجستي. هناك ممارسات أخرى في الحقيقة، يعني لو أردنا أن يعني نستفيد فيها ونتفعل لأن يكفي من مداخلة هاتفية ولا برنامج في الحقيقة، لأن الممارسات التي يقوم بها هذا النظام ممارسات يعني مشبوهة وممارسات كبيرة وكثيرة وخطرة على الأمن القومي الخليجي والأمن القومي العربي كذلك. لا ننسى تدخلاتها الساخرة في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي مصر وفي السودان وفي اليمن وفي كل الدول العربية، أينما نظرنا إلى أي أزمة في أي دولة عربية نرى بطنة النظام القطري في هذه الأزمة أو في هذه الأحداث. يعني وهناك دماء سالت بسبب تدخلات وممارسات هذا النظام يعني الغير يعني مسؤول والغير في الحقيقة يعني متحمل لمسؤوليته العربية والقومية. نعم، لكن من وجهة نظر يعني حضرتك، ما الذي أو ما الذي تسعى إليه قطر وما أهدافها من تشويه صورة دول مجلس التعاون الخليجي؟ ما الهدف من ذلك؟ الهدف هو تفكيك هذه المنظومة، لأن أنا أعتقد بأن هذا النظام يسوء كثيرا التحام القيادات والتحام الدول ويعني الأمن الذي يعني تنعم به هذه الدول والشعوب، فبالتالي أعتقد بأن له أجندة خاصة وله أهداف خاصة به. وطبعا هو يعني يسعى من خلال هذه الأعمال يعني الإرهابية أو دعم الإرهاب لتفكيك هذه المنظومة وتفكيك هذه يعني الألفة بين الدول وبين الشعوب لتحقيق مآربه وتحقيق أهدافه وأهداف من يقف وراءه الحقيقة، لأن النظام القطري له ما له من اتصالات بجماعات وبدول تحاول السيطرة على دولنا الخليجية وعلى مقدراتنا وضرب أمن الخليج. نعم، كيف يمكن من وجهة نظرك التصدي لمثل هذه الممارسات أو هذه المؤامرات؟ والله في الحق المؤامرة في الحقيقة يعني احنا كدول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وكذلك يعني لا ننسى فضل جمهورية مصر العربية في الوقوف امام هذه الاعمال التي يقوم بها النظام القطري من خلال المقاطعة. نحن اعتقد بان علينا ان نسعى كدول اربع مقاطعة لهذا النظام ان نلجا الى يعني المجتمع الدولي لكشف الاعيب وكشف مؤامرات هذا النظام ودعمه للارهاب. اليوم هذا النظام هو راس الارهاب في الحقيقه في العالم ويشكل تهديد للامن والسلم يعني العالميين. كذلك وقوفه مع ايران يعني هذا يعني يعطي دلاله واضحه بان هذا النظام هو نظام ارهابي حال النظام الايراني. لا ننسى كذلك بعد يعني دعمه لجماعه الاخوان المسلمين ودعمه للقاعدة وإيواء لكل الإرهابيين في العالم وكل من هو مطلوب للعدالة في دوله، فهو يلجأ إلى قطر، وقطر تقوم بعمل الغطاء القانوني له من خلال إيوائه ويعني منحه لكل المميزات التي يقوم بالتمتع بها ويقوم بأعماله الإرهابية. نحن علينا أن نلجأ ونفضح هذا النظام، وعلينا كذلك أن نلجأ إلى الجامعة العربية لوضع حد لهذا النظام من خلال المقاطعة على الدول العربية أن تقاطع هذا النظام. أعتقد بأن النظام السوداني الجمهورية السودانية طردت قناة الجزيرة، وهذه خطوة إيجابية في الحقيقة، ولكن ننتظر من الأخوة. أستاذ جمال، يعني لو تحدثنا عن موقف المجتمع الدولي من ممارسات قطر لدعم الإرهاب والإرهابيين، كيف ترى موقف المجتمع الدولي؟ والله المجتمع الدولي اعتقد يعني سياتي اليوم الذي سيقوم بقطع او بوضع حد او يعني وضع في الحقيقه يعني وضع حد لهذا النظام من خلال فرض عقوبات على هذا النظام سواء اقتصاديه او سياسيه او حتى كذلك ماليه، لانه هو يقوم
بتحريك الأموال القطرية لتحريك ودعم الإرهاب في العالم. سيأتي اليوم، ونحن ننتظر هذا اليوم بفارق الصبر في الحقيقة، لأن أعتقد المجتمع الدولي يجب أن يقوم بواجبه نحو وقف يعني التمويل القطري للإرهاب في العالم. نعم، وضحت الصورة. أشكرك أستاذ جمال بوحسن، الأمين العام للمبادرة البرمائية العربية، شكرا جزيلا لك.